الحمد لله، هذه النتيجة الرتبة الرابعة أنها راه مشرفة الحمد لله. ربحنا فريق كبير بقيادة وليد الركراكي، اللهم لك الحمد. هذا الإنجاز الرابع ما عمرنا ما كناش نحلموا به، رغم الإصابات ورغم كل المسائل ديال التحكيم، وما نكدوش نهضروا على هذا سميتو. والحمد لله راه من 86 تيقول لك جدود الاباء ديالنا تيعاودوا لنا تيقول لنا انه راه في 86 راه حققنا انجاز. حنا هذا الانجاز غادي نعاودوه لوليدات وليدات وليدات لنا، لانجاز اللي هو ما ماشي بالسهل انك ما بين الربعه العالميين في العالم انك تكون في المرتبه الرابعه، راه هذا انجاز كبير. اللهم لك الحمد، الحمد لله. ضروري ما فهمتش انا واش التحكيم ديما ضد المغرب ولا المهم احسن عندنا احسن فرقه. وشكرا لوليد الركراك، ميرسي. ما عرفتش بعد التحكيم، كنا حنا كنا بغينا مرتبة ثالثة ان شاء الله باش نكملوا هذا المشوار اللي داروا المنتخب المغربي وهذا المستوى الكبير اللي بان فيه، ولكن كتعرف الاسباب الرئيسيه هو العياء، العياء ديال اللعابه، كل شيء كان العياء بزاف. يعني نفسيا كانوا محطمين، هما كانوا عندهم واحد الامنيه انهم يمشوا للفينال، نلعبوا على الماتش ديال الترتيب، شويه نفسيه طايحه زائد على العياء ديال اللعابه، هذا هو السبب الرئيسي باش ما. والحمد لله مرتبه الرابعه مشرف، يعني انت من الربعه ديال الفرق الكبار في العالم، رابع عالميا راه ماشي سهله، يعني افريقيا وعربيا، يعني كنفتخروا بهذا المنتخب. والحمد لله القادم افضل ان شاء الله، باقي يكون كاس افريقيا، باقي بزاف ديال الاشياء، المراحل الجايه ان شاء الله، التظاهرات الجايه ان شاء الله. وديما المغرب جاني اللاعب ديال المغرب مزيان، الاربيط اللي تعدى علينا بزاف وتعدى على المغرب بزاف هذا الماتش، هذا لا الماتش اللي قبل لا هذا الماتش، هذا بجوجهم تعداو علينا لي الاربيط. كنا ديما مغرب وان شاء الله افرحونا حنايا بلا هادشي مفرحينا الحمد لله. هذا انجاز افريقي، انجاز مغربي اولا وافريقي وعربي، وشكرا لهم بزاف لان فرحونا حنا المغاربه وفرحوا افريقيا والعالم العربي كامل، كل شيء كان فرحان وكنعتزوا بهذا المنتخب. هذا انجاز ما عمره غيتنسى، دخل التاريخ كاول فريق افريقي وعربي كيدخل المربع الذهبي وكحتى المرتبة. حنا كنا كنتمناو انهم يجيو للرتبه الثالثه باش يدخلوا البوديوم، يعني ياخذوا الميداليه النحاسيه، ولكن ما كتبش، قدر الله ما شاء فعل. شكرا الركراكي وشكرا لكل المنتخب المغربي، شكرا لكل اللاعبين.